اهلا بيك في ليج اوف ليجند يا صحاب. يعني ايه ارتشميد ويزرد؟ اركيميج يعني يعني ايه بقى ساحر، ويزرد؟ يعني ساحر كبير يعني، او كبير السحرة. ويزرد يعني ويزرد يعني اين هي التير ليست احبابي في الله؟ نخش في الموضوع على طول. يعني مثلا نوكتورن اللي عاجبني فيه اللي هو ايه، خلاص هخش 1 في 1 هكسبك، مش محتاج ان انا مش محتاج تيم بقى، خلاص بخش في ون. لو انا معايا انا عايز ايتمز حاجة، هخش 1 في 2، انا لو انا عايز حاجة متفيد وانفينا. لو انا متفيد هخش 1 في 3 عادي، الدنيا لو ايزي. عندكوا حاجة، لو عندكوا حاجة وانفينا انا ده ولا هنا بالظبط ولا هنا صحيح. ده ولا هنا ولا هنا ولا عليك. انما شيكو يا اسطى عشان اخش 1 في 1 لازم بحط البوكس، ولازم ابقى عامل حساب ان انا هضربه من ظهره، ولازم اعرف تكتيك بقى. النهارده ايه يا اسطى؟ النهارده اليوم الجديد الاثنين، النهارده الاثنين. او اليوم ياه، الجديد انا هنقول يا اسطى عدنا جت اليكم الحلقة ايه؟ من جديد. يوم الاثنين الساعة 4 فجرا بتوقيت جمهورية مصر العربية. طب ما انت كده هتحلف الناس يا اسطى اللي هم موجودين في السفر امتى؟ الساعة 4 فجرا توقيت جمهورية مصر العربية. واللي عايزنا يجينا يا باشا، الله اعلم الفيديو ده هينزل امتى او مش هينزل، ايهما اقرب. انا فاكر كان في حد في الكومنتات بيقول لك خليه يلعب معاك وما يعلقش، فاهم؟ فعندا في ناس المعلق مش قادر بصراحه، انا يعني انا مخضوض وفاهم ومتهربد مش قادر. بس هبدا يا اسطى على يا اسطى براحته، عشان انا منفرد من التعليق بصراحه. مش قادر هبدا ومش قادر. سؤال يا استاذ، ايه اللي حصل خلى الناس ما بقتش تساعدك في الليش كجنجل؟ الجنجل ده قسم مختص بذاته، مالناش دعوة بيه. زي ما هو مالناش دعوة بينا، احنا مالناش دعوة بيه يا جماعة. وده المهم يا شباب، بإذن الله يعني لما الفيديو ده ينزل، بإذن الله يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني هيتفتح الممبرشيب، فاللي حابب يشترك يشترك. أيوه. احنا لسه بنعمل تيست كده عليها ونشوف الدنيا فيها ايه، وبالمرة هترجع القناة شوية وترجع ان انا فوق شوية للدنيا هنا. حد شاف البلو بتاعتي؟ متشكرين يا رجولة. 5 minutes later. التوب 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 التك 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 التك. من دلوقتي يا فاتن المنطقة دي ضرب هذه بأختي. اوكي نايس فعلا. الألت أصلا بتاعتي ما كانتش جايبها، كانتش معاملة، مش واصلة الرينج بتاعه. فضلمت على الدنيا وخوفت. بالظبط أيوه. كده الواد حبك وخلاص. عندنا توب يا ريلي حبيبنا، فين؟ عندنا في البوت بعدنا فارم حاجة عظيمة جدا. 42 جول. انت عايز يا وحش؟ وحش منين؟ وحش منين؟ شكرا نساعدك محترم. وانا اصلا بقيت اعلى منه في الليفل، انا قاعد بجيم كتير. وين بقى واقف جوه التورت؟ مش فاهم. ما يا اسطى بتجيبه من جوه التورت، زهقت منه قامت نزلت، قال كان متفسح شوية. معايا جول كتير، مش عايز اخد ديريك دلوقتي. يلا بينا. وقعت موت فلشت يعني. يعني هو عايز يقتلها هو عبيط؟ بس هوبا حاجة فلش مش اخنا، عشان بقول لك الجولد اللي معايا كان زمان بعمل دامج. يلا شفت مش بقى عارف. شفت بقى، انا ما قلتلكش كتير. اصلا انا مبدئيا ما قلتلكش روح لهم، انا قلتلك روح خد الدريك. انت بتحرف كلامي صح؟ بعد اذنك يعني. لا انا ما اسمح لكش. انا قلت لا من فضلك. ما انت جريت فايت يا اسطى، اعمل ايه طيب؟ هجيلك يا اسطى، اتقل عليا يا اسطى. دوس الت دوس الت خلي اخوف كده يا عيني. عارف لك تنقصت على نيفر مايند، يو اولموست تنقصت يعني. اعمل ايه طيب؟ هو فلش افلش ورا ده. هو يا اسطى اول ما انت ظلمت الدنيا وهو بعد عنه شويه ما شافوش، فهو كان داس ايوه لك يمين عليه راح وقف. حرفين الفيجن لو هو واقف كده مش هيشوفه، مش هيشوفه. بشاله بشاله غلبان بقى. طارق يا اسطى معتمد ان انت معاه، خلي بالك، وعمال بيلعب في الليمب راح مش شامه.
والواد اللي في التوب معتمد ان انت معاه برضه وعمال في حيطار كده مش هم حد. انا استعمل حساب ان انت معايا ومش هم حد بتاع الصغنن الكيوت اللي معاك ده اركب يا اسطى وما يعني فاهم ما تدوسش كليك يمين حرك الماوس ايوه لف 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 لا يا اسطى هو بي انت يا اسطى وحش قوي يا اسطى ما تسمعش كده انا خلاص كده بقى بخش له بتاع عشان هو حتى مش هينطق فاهم لا لا هتيجي الوقت المفروض اركب مش هتيجي يا ابني لازم يغبط هو مش هيغبط ما هو انت بوظتها بقى نعمل ايه سعد يا اسطى صاحبكم مات في التوب في الدك اللي هالجرن فاهم باين ولا ايه الدنيا تعالى 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 يا ابن المرة مش هيلحق ياخدوه منك خلي بالك ان شاء الله يا شباب والله كبرت الموضوع فلاش باك جميل فلاشك ايوه عشان بص انت بتاخد وقت عم تاخد اخد بص كمية دامج دلوقتي الميد يا اسطى اخد الميد وتعال معاقة عذر بس ممكن اجيب الواد بس عايز شوية اتش بي بس فالما خد هيلز فالما خد هيلز لا خد جابه ايوه طارق مات يا عيني ماتت موت وحشة اوي عن جد موت وحشة مشيني بس مشيني امشي صاحبي امشي اهرب صاحبي مش كنت شو محتاج الألت بتاعتي ده جالني جالني يسطا جالني دو دبل شو الحق 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 كفو انت وضوط طارق كفو دخل دخل وحش قوي يسطا دخل دخل هيجيبها كان هيجيبها اتمناها لألد الأعداء دبل كل تحت بص ناخد دي ولا ايه الكلام بدأ خلاص ويا ده خد الامر يا شعلة وطارق سابكم والواد الثاني بس A few moments later اهرب عليك انا مش هاخد الدريج ده هرجع ليه؟ انت عيل شو بيكنسل الركول بتاع ازاي؟ ما ايريليا معايا كنت اربعة انا يعني كنت عايز ارجع استجيب ايتمز يا اسطى انا مش عارف هفضل طول الجيم ماشي ب 2000 جولد كده كل شويه كيور دريكو بعد كده روح عند بس خلاص تشيكو داخل مسكو شعلة وهاتك يا ده بتعرف موت جارين دوت ولا يفشخني ورا لك بس لا لا مش لا اصلا بقول له رولي راح يحرك الكاميرا على جارين عادي شوف يا استاذ كان فيه بارون يلا يلا بينا يلا بينا يلا ما هم جايين لك ما كان كلهم بتين وشيك عندك اشيكو ده بلح يا استاذ ده كده كده هتموت لو روح هيجوا يغفلوك عم اللي يجي يجي يا استاذ واللي يعرف يخرجني يفرجني يلا شباب ده كفايه كده بقى خلاص كفايه صح كفايه صح خد النبات خد كفايه يا حبيبي انت عملت لهم ليش البر ده ايريليا مقتنع يا اسطى اللي هو انا هموت البر لا انت لو كنت عايز تلعبها صح بقى كنت اول ما هينس برونت تقرب من التلت كده ممكن افتح الالت بتاعتك ضلم الدنيا عليه اوكي يا صديقي كفايه كده بارك الله في مرزق كنت تقتلها براند كان بيجي ايه ده؟ ده شكل مضحك يا اسطى بزغزغه ايريليا بتموت طيب لازوس بقى رمبيش حد هنا معايا في الالت هنا الالت شاف ايوه مساء الخير يا جماعه اكتب بقى ما تخدش الكاش ماشي خلاص ما تديش جولد يا اسطى واو مش كده بس من هنا كانوا طيب الدماغ في الويب
شكوك خطفه ومش انا عايز افهم هو الواد طارق ده بيلعب لوحده ايوه حاسس ان هو بيقوم بيهم كلهم راح خد اتطور لا كان مع جانج بلان كام على برند توفى الى رحمه ايه ده يا عيني انت فين يا اسطى كنت انت فين لسه مع ضرب ضربه هتسيبه يضربك كده عادي انت هتسكت يا باشا على المهزله دي عايز اموت بصراحه بس مش ضربك تاني ده يا اسطى اللي كان كنسلك الكول لو انت هتسكت انا مش هسكت لا وضربه مرتين ولا ثلاثه خلاص يا اسطى يا جدعان الموضوع جارين بيسبن او ايه خلص 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 الجيم خلص الجيم هيد ذا نيكست اموت جارين حل عليه اموت جارين يا اول جيم يا اسطى في الضحك عشان عندي شغل كمان ساعتين ده فيها هدوء بقى على كده ديو ايه يا صاحبي الو ترى نزلونا ايه يا ولا ما انا عايزين نشوف انت قفلت لا ما لعبتش سيري قفلت تعال بلس بس يا اسطى ما اعرفش انت اللي بتلعب المفروض اس ده الناس جولد يا اسطى ايوه يا ابني ما هو انت الام ام ار بتاعك سيلفر 2 حلو يا اسطى بدايه مبشره يا اسطى الرانك الجديد ايوه جديد. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير